بس يلا بس شوية. ملحوظة: هذا الفيديو لا يحتوي على أي نوع من العنف، وكل ما هو موجود عبارة عن رد فعل الحيوان فقط. السلام عليكم. بتقلب صحيك وبقفك بدر كده على السن. تعال تعال. شكلك ما نمتيش، تصحي عشان عارفة ان النهاردة الفيديو بتاعك هتنزلي تخرجي. هنطلع يلا عشان نشوف رعد، عشان نخرفه. هنعمل ايه؟ الناس اللي عايزة فيديو مع رعد وكلب البلد. حاضر حاضر، هخرجك هخرجك. يا صباح النور، ازيك يا رعد؟ عامل ايه؟ انت بتهزلي ايدك حتى ما بصتليش بوشك. هسلم عليا. شكرا لحضرتك. شكرا لاحترامك. النهارده باتشول للاسف انت مش هتخرج، فالفيديو ده انت هتتربط. تمام معلش. النهارده رعد وبيلا، عشان المفروض بيلا ما خرجتش المره اللي فاتت. مش زعلان يعني حبيبي؟ المفروض يا جدعان النهارده فيديو مهم قوي. المفروض ان احنا نخلي النهارده رعد يقابل شلبي اللي هو الكلب البلد اللي اول مره، وهنشوف رد فعلهم مع بعض. وطبعا الاثنين ذكوره، فهنشوف هل هيحبوا بعض ولا هيعملوا زي ما بوتشر وشلبي عملوا. انا المفروض دلوقتي يا جدعان خلاص نزلت اهوت عشان اروح اجيب شلبي. بس قبل ما ابدا اي حاجه، بس مش تعملوا لايك للفيديو ده، وتوصلوا يا جدعان الفيديو ده 20 او 30 الف لايك، لان انتوا عارفين انزل لكم في عز الصبح اهوت عشان اصور لكم الفيديو. السلام عليكم. عايز اقول لكم ان انا عندي مشكله كبيره قوي في القناه، ومن ضمنها ان في ناس كتير بتتفرج من غير ما تشترك في القناه. فلو انتوا يا جدعان مش مشتركين في القناه، انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس، لان المشكله دي حرفيا بتدمر لي القناه. السلام عليكم بقى عشان عايز اروح انام. دلوقتي يا جدعان انا طلعت خلاص اهوت. عايز اقول لكم يا جدعان شكل السما، بصوا بصوا الجمدان يا جدعان، مفيش صرخي ابن يومين يا جدعان. بصوا الطريق. انا لو اتخطفت هيبقى بسبب الفيديو ده. احسن حاجه يا جدعان الصراحه على الطريق ده الورد ده، الورد ده شكله جامد قوي بس ملوش ريحه، مش عارف ليه. المفروض بقى يا جدعان ان احنا هنروح نجيب شلبي. انتوا عارفين ان شلبي انه مشواره ابن لذينه. انا المفروض بيتي ورا تبع البيت اللي هناك دي، هروح بقى طريق تاني خالص عشان اجيب لكم شلبي. بصوا يا جدعان المكان بدا يشتغل عشان الفلاحين بقى بداوا يصحوا من النوم وكده. الناس دي بتتعب قسما بالله يا جدعان. تخيلوا كده يا جدعان في عز الفجر وفي عز صحيانهم بيقوموا عشان يزرعوا لنا الحاجه اللي احنا بناكلها، في الاخر واحد يجي يتريق ويقول لك انت فلاح. ده انا شرف ليا ان انا ابقى فلاح. دلوقتي يا جدعان خلاص اهوت قربنا من المكان بتاع شلبي. يا رب بس نلاقي شلبي، ما نلاقيهوش هو وشلبي هربانين ولا حاجه. بصوا يا جدعان المنظر، الدوره دي كنت زمان باجي اسرق منه، بس الحمد لله ربنا تاب علينا. بصوا يا جدعان مين اللي جات يا جدعان؟ شلبي. فين جوزك يا بت؟ فين شلبي جوزك؟ عامله ايه؟ دي بنتها يا جدعان تقريبا نتخلفه. شبه امها بالظبط. تعال تعال. بس يا جدعان فرحانه ازاي؟ دلوقتي هنروح نجيب شلبي. الله، دول خلفوا انا ما اعرفش ولا ايه دول؟ ازيك؟ دول احنا هنسميهم بقى فوزي وفوزيه. ايوه عامل ايه؟ عامل ايه؟ بس يا جدعان ده لون ابيض على امه، فاهمين؟ ايه ده، هو شلبي مفيش حد طالع زيه خالص؟ شلبي اهو يا جدعان. ايه شلبي؟ انت فين؟ انت فين؟ تعال تعال تعال. سلم. حبيبي استنى بحس عليك. النهارده انا هجيب لك واحد تاني غير باتشو، تعامله حلو عشان ده ضيف عندنا، تمام؟ جاي لك بلد عشان في قطه. تعال روح هتقلع فوزي. يالا فوزي يا جدعان طلع لابوه، دخلت في الدور. كل كل. ايه ده انت بتتقندك؟ الله انت مديله ايه يا علي؟ كل كل يا شلبي بقى، ما تحرجنيش قدام الكاميرا معلش. طب لحظه بس عشان يبقى شكل حلو. براحتك. تعالى يا شلبيه. شلبيه بنت يا شلبيه. كل. ايه ده مش عاجبك برضه؟ ايه ده من راحتك؟ ده الكلب مثلا. ايه ده يا حبيبي؟ ايه بالراحه؟ ايه يا جدعان طلع؟ دلوقتي يا جدعان قعدوا شلبي قبلوا بعض. بالراحه يا شلبي. ايه ده يا شلبي؟ بصوا يا جدعان انا خايف بالله. بس بس يلا نهار اسود. يا نهار اسود. استنى
بصوا يا جدعان احنا دلوقتي ربطنا رعد. بصوا شلبي يا شلبي خلاص اهد. معلش يا شلبي معلش. بس ايه بس يا شلبي يا رعد خلاص شلبي خلاص. ينفع كده؟ ينفع المعامله دي؟ اهدي يا جدعان رعد طلع صعب يا جدعان. كنت ظالم بوتشر رعد اللي طلع صعب. شلبي ايه تعالى يا شلبي. شلبي يا جدعان زي يا جدعان. شوفوا يا جدعان شلبي زعلانه كمان. شلبي ايه ده؟ فوزي جه الاربع عائلات واقفين. بصوا يا جدعان بس يا ابني لا يقتلوه. بصوا يا جدعان واقفين ازاي؟ بس خلاص يا شباب خلاص يا شباب. احلى حاجه يا جدعان ان شلبيه واقفه ما بتعملش اي حاجه. اداره حقك عليا يا شلبي. انا عارف ان هو بيزعلك بس معلش معلش يا شلبي. شكلها في حفله يا جدعان. ده في كلاب تانيه جاي. للاسف يا جدعان شلبي ورعد ما خدوش على بعض. استنى يا جدعان المفروض دلوقتي شلبي نزل تحت هيروح له دلوقتي جاري. ماشي ماشي يا شلبي. خد بالك يا جدعان شلبي محترمنا لحد دلوقتي مش عايز يزوم عليه. بس اسكت خلاص دلوقتي يا شلبي. معلش اروح. راح دلوقتي يا شلبي. راح دلوقتي يا شلبي. خدهم اروح كله يلا عشان ما يزعلوش يا جدعان. يلا روح يلا روح خلاص. بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي خلاص مشينا شلبي وشلبيه وعيلته. ايه يا رعد؟ شايف اللي انت عملته ده؟ هننزل بيلا تلعب مع رعد شويه وبعدين نطلعهم فوق. ايه يا بيلا؟ عايزه تنزلي؟ يلا تعالى انزل. انزلي تحت يلا. انزل. بصوا يا جدعان ما صدقت. انا قلت لك انزلي اطلع فوق. خلاص انزلي تحت يلا. انزلي. يا نهار ابيض ده كان هيقطع البتاع يا جدعان. بصوا اخرب بيتك يا رعد. في دلوقتي خلاص نزلنا بالليات. تعال بصوا انزلي عشان هو عايزك. انا بالله فرحانة يا جدعان بس صدقت نزلت. بص يا جدعان المعلم ده جامد. ايه انا مش قلت عيب؟ مش قلت عيب مره؟ مش عايز ازعلك واضربك بقى. اللي تنام هنا انت بتعمل ايه؟ اخرب بيت شكلك تعالى هنفضك. وبس يا جدعان هاكل سنه هات الفيديو النهارده. الحمد لله ان اليوم عدى على خير والحمد لله ان شلبي ورعد ما مسكوش في بعض زي بوتشر لان الصراحه بوتشر وشلبي مسكوا في بعض جامد وكانوا هيموتوا بعض. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. بس اهم حاجه الفيديو ده توصلوا 20 او 30 الف لايك لان حرفيا طلعنا فيه. وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه تفعلوا جرس التنبيه خلونا نوصل نص مليون في اسرع وقت. مش هوصيكم بقى القناه الاساسيه تحت الصندوق الوصف فيها والقناه الثانيه اشتركوا فيها فعلوا الجرس بينزل عليها فيديوهات كتير قوي فايتكم حاجات كتير قوي فانزلوا اشتركوا وروحوا شوفوها. اخر حاجه الانستجرام بتاعي يا جدعان هسيبه لكم. وعايز اقول لكم ان في حاجات هتنزل مع رعد وبوتشر ناخد على الانستجرام ما عادش هتنزل هنا على اليوتيوب. وبس كان معاكم عمر احمد وبالله ورعد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.